هما كيكذبوا لينا وحنا كنكذبوا على الناس. حنا الطمع شكون قضى عليه كذاب؟ حنا طمعنا شكون قضى علينا هي الكذاب؟ والله قد فيهم الحق. اللي مشات له 150 مليون، كاين اللي مشات له 50 مليون. يرد يعطونا غير ديالنا صافي. حنا ما عندنا ما نعملوا بالحبس ديالها، حنا خصنا فلوسنا يرجعوا لنا الصراحه. وخيطوني انا الربح ما شدوشي. دابا اليوم هما دايزين على قضية التحقيق، من الحق قالوا لنا باقي هادشي مطول، يعني باقا ما تتشبر يسرى وتشبروا الادمينات كاملين، هادشي باقي مطول. كنت زعما باش نعدي بهم الدرج، الدرج باقي عندي باللاجور هذه 16 عام. وهادوك كاملين فلوس دراوي، شي باع البقره، شي باع الذهب، شي باع شي سلف، شي وحنايا انسان، حنايا طماعين، يعني بناء البشر كامل طماع. اختي من بعد جيتو المحكمة فين وصلتوا دابا في المشكل اللي عندكم؟ وفين وصلوا اخي؟ هي دابا مشبره ويسرى هاربه وما عندنا حتى شي خبر، يعني نقول لك شي حاجه صحيحه عندنا ما عندناش، ما عرفناش واش غتخرج تعطينا فلوسنا ولا ما غتعطيناش فلوسنا، ما عرفناش زعما شنو اللي غيكون هادشي، هذا شنو غيكون. المجموعه ماشيه مزيانه، كلشي كيستافد، الاول بالاول والثاني بالثاني والثالث بالثالث، كان كلشي ماشي مزيان. شويه وقع لهم مشكل، واحد الصندوق، واحد الصندوق كنقولوا حنا صندوق الضامن، كنحطوا فيه واحد 100 درهم، هذوك كنخليوه يعني اللي ما استفدتي في الاخر غادي يديه، فهمتي؟ وفي الاخر شويه قالت لنا خرجوا بتقرير انهم دابزين وان يسرى دات الصندوق. شويه بقاو كيصيفطوا لنا فيديوهات، حنا هما تصالحوا، ها هما دابزوا، ها هما تصالحوا، يعني الناس اللي كان خصنا نعطيوهم فلوس ديالهم في الوقت ديالهم ما بقاوش كيشبروا الفلوس في الوقت ديالهم. الناس حنا بقاو كيعملوا لنا ستريس، خصنا فلوسنا، يعني صبرناهم شهر، صبرناهم شهرين، هما كيكذبوا لينا وحنا كنكذبوا على الناس. صافي حتى في الاخر وقع لها مشكل، ما وحده جات لهنا جبروا عندها بزاف ديال المشاكل، ماشي غير مشكل واحد. يسرى هربة، يسرى هما بصراحة حنا عطينا فلوس لينا بجوج، يسرى وكريمة، وحنا في المجموعة كنا كنعرفوا يسرى وكريمة، ماشي غير كريمة بوحديتها، يسرى وكريمة، وحنا عاوتاني كنعرفوا الأدمينة ديالنا. وقعوا انتحارات بزاف، وقعوا انتحارات، انتحرت السيدة الأولى والسيدة الثانية، وحنا عندنا يعني كيهددونا الناس، حنا كيهددونا الناس، فهمتي؟ يعني ملي حنا كيهددونا الناس حتى حنا يعني ما مرتاحينش. حاس كتقدر واحد القيمة اللي نتوما خاسرة دابا نسينا فيها، وهاد الناس اللي داخلين معك شحال تقدر تكون؟ بالطوطه اش غنقول لك؟ بزاف. انا والناس اللي كنعرفوا، الناس ديالي راه بزاف، كاين اللي مشات له 150 مليون، كاين اللي مشات له 50 مليون، كاين انا 10 المليون، انا وعائلتي وكل واحد وشنو مشات له الصراحه، يعني الناس متضررين بزاف. وحنا كنطلبوش، حنا ما عندنا ما نعملوا بالحبس ديالها، حنا خصنا فلوسنا يرجعوا لنا الصراحه. يعني ما قدرتيش ديك الساعه ترجع هاد الفلوس؟ لا انا جاو عندي الناس وقفوا لي في الباب ديالي ورجعت اللي كان عندي، عطيته للناس، ما نكذبش على الله، انا ما بغيتش مشاكل ليلي، انا عطيت للناس شي بركه بالحق. انا دابا طالبه ديالي ود الزوج ديالي كامله مسلفه، هادشي اللي كنطلب انايا دابا. يعني دابا تسنى سلفتي باش تعاون معايا؟ انا سلفتي، كنت 8 د الملايين اللي عندي مسلفه كامله عطيتها للناس، ودابا خصني نردها وما عنديش باش نردها. يعني بحال نقول لك في الاول كيكون الاوهام باللي هذاك الشيء حقيقي ضروري، واستفدوا الناس، شو استفدوا الناس، وادمينات استفدوا الناس، عملوا طوموبيلات وعملوا الدير، ولكن شكون اللي كلا في المجموعه وشرب؟ كلاو الناس اللي قرابين ليسرى وكريمه، ادمينات كبار راهم مع هذوك هما اللي كلاو وشربوا، فهمتي؟ حنا كنعطيو فلوس الادمينه، مثلا الادمينه كتجي تدي واحد المبلغ، كتدي واحد 200 ولا 300 مليون، عاد توصل لكريمه، كريمه ما كتسوقش، كريمه كتجبر الفلوس، كريمه تحسب ديك المبلغ هذاك، ما يمكنش تحسب ديك المبلغ. غتعرف واش هما كتساهموا هاد الناس باللي هما سرقوكم، ولا وقعوا لهم واحد المشكل سوء تفاهم وتخرقص هاد المجموعه ولا شوف هما سرقونا، هما في الاول سرقونا وبقاو كيكذبوا علينا، وبقاو كيعملوا لنا التخرويض، وبقاو كيدخلوا ويخرجوا في الهضره بزاف. بالحق هي السرقه كاينه والنصب كاين، وكانوا هما على ما اظن انا كانوا كيسكتونا شويه بشويه باش يهزوا يمشيو على برا، لان الفلوس ديالهم كاملين جبروها خارجه على برا في اسبانيا، هادشي اللي سمعنا. بالحق اليوم شنو كان يوم في المحكمه؟ دابا اليوم هما دايزين على قضية التحقيق، بالحق قالوا لنا باقي هادشي مطول، يعني باقا ما تتشبر يسرى وتشبروا الادمينات كاملين، هادشي باقي مطول. وهادوك كاملين فلوس دراوي، شي باع البقره، شي باع الذهب، شي باع شي سلف، شي يعني بزاف ديال الحاجات، ما تلقاش شي واحد لاباس عليه ودخل طمعونا. مع ان ما شوف انا ما دخلتش الناس بزاف، انا دخلت صاحبتي قالت لي كانت ما كانتش ما تقدرش، قالت لي صاحبتي انا يا انت براسك متضرره، انا دخلت انا وصاحبتي وانا داخله واحد المبلغ وصاحبتي وعائلتي داخلين، بالحق ما داخلينش معايا، داخلين بجهه اخرى، داخلين مبالغ كبيره. يعني والانسان صراحه ملي كان خصو يدخل هذه المجموعه ما يعملش الحساب ديالو، يعني 100% يعني مجموعه ما، ولكن حنا طمعنا، فهمتي؟ يعني حنا شفنا الناس كيحطوا لنا فيديوهات في جروبات كيقولوا لنا ها وحده شرات الدار، ها وحده شرات الطوموبيل، ها انا شبرتها، فهمتي؟ وحنايا انسان، حنايا طماعين، يعني بناء البشر كامل طماع. وحنا قلت لك
يعني شبرنا الناس، شبروا الناس، استفدوا الناس والناس 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 وبزاف ديال الحاجات صراحه، وطمعنا يعني مجموعه عند عامين تبارك الله، والناس استفدوا، اضمنات معاها دابا مشبرين، عملوا الديور، عملوا الذهب، عملوا الطوموبيلات، يعني عملوا اعراس فخيمه، كانوا كيعملوا، تصور ان هي كريمه كانت كتعمل، كانت كتعمل حفلات، حفله الطابله كتقام عليها ب 250 من الطابله، منين الناس كيهضروا كيبقاو يقولوا لها شي بزاف، كتقول لهم هذا مالي الخاص، فهمتي، بقات كتعمل، فهمتي، بقات كتعمل اعمال خيريه بزاف، بقات كتمشي للحباسات كتعمل الخير وهذا وهذاك، بالعكس هذاك الفلوس اللي كتعمل بهم انت الخير، هذاك الفلوس ديالنا حنايا، حنا الدراوش، يعني عطيهم لينا حنا دايزه فينا حنايا قبل ما تمشي انت تعمل بهم اعمال خيريه. علاش من ديك الساعه ما قلتوها لها شي ناس؟ قلناها لا لا قلناها لا قلنا لها راه الفلوس اشني واشني، قالت لنا لا هذوك الفلوس ديالي انا، هذوك الفلوس الشخصيين ديالي، ما كاينش اللي ما هضرش، فهمتي، ولات كتعمل براوات فيهم الفلوس وكتخرج كتفرقهم، شي فيها 20 فرنك، شي فيها 100 درهم، شي فيها 20 درهم، كتخرج كتفرقهم على الناس، كل واحد كيهز برا، كل واحد شنو كتخرج فيه، وهذيك هي شوف هي جبرت الفلوس وما جبرت ما تعمل بها، شتي الناس اللي كانوا كيحسبوا لها الفلوس في المنزل ديالها كتعطيهم مليون الوحده اللي كتحسب لها الفلوس. بنتك هي اللي دابا بنتي هي زعمتني في اسبانيا مع ذاك رحيمو، رحيمو المطارو، عملتها معاها بنتي، شدتها الاوليه وشدتها الثانيه، جيت انايا قلت لها بنتي زعما الا كان حلال، الا كان حلال هما اللي يبينوا ذوك الفقهاء بن الحيوة هذيك، نقدر هذي دفعت الاوليه 180، بنتي معايا في الدار 180، بنتي اخرى عملتها مليون و 260، هذا معايا، هذا معايا في الدار، زدت انا عملتها ب 100000 فرنك اخرى، زيت اخرى 100000 فرنك اخرى، عارف العيد هذا. نسيت ديك الساعه كان دخل الفلوس واقيلا باقا ما شبرتها، لا نزل عاد نزل، باقا ما شبرتها فرانك، لا انا ولا ولادي شبرت لي في اسبانيا فقط، اما اللي في الدار زوج معايا ما شبروا حتى فرانك. ما كنتوش كتظنوا شي نهار يوقع شي مشكل بحال هاي؟ لا انا كانت في البال ديالي، كانت في البال ديالي، قلت انا هذه ما مدخلش شي طريفه، هذه ما مدخلش شي، هذه جمعيه الخير، مع الاخر مدخلش شي مشاكل ولا شي حاجه، يا تخرجت نيشان، انا ما كنتش ثقه. يعني ملي قلت شي ثقه يعني ما كانش خصي تزيد. دابا هما احلال وحنا باش نقوا وحنا باش نفعلوا وحنا باش نتركوا وحنا وحنا وحنا. انا لا حنا ما كنبان شي، هي احرام اصلا احرام. انت قلت صدرك ولا تطرف وشوف اخر نربح. ما يمكنش. وحنا كيقولوا حلال وحنا ما سقسينا العلماء وسقسينا هذه وسقسينا هذه باش حنا تقنع. وشكون اقدى على ال احنا الطمع شكون اقدى عليه الكذاب؟ احنا طمعنا شكون اقدى علينا؟ هي الكذاب. والله قلت فيهم الحق والحق ديالنا عند الله. دابا بنتك التوتال كامل شحال تكون داخله؟ بنتك التوتال كامل بنتي اللي على برا دخلت بالمنايل، بالمنايل عاود رجعاتم، واخا شبرت رجعاتم. اما هذه دخلت الاوليه مليون و 260 وزادت دخلت مرتين اخرى، هذيك ما عرفتش، هذيك ما عرفتش شني دخلت، وحده اخرى هذا البنات معي في الدار، وحده دخلت مليون و 180 ودخلت 180 ودخلت ب 100، يعني دائما كتبقى ايوا وما شبرنا حتى شي حاجه. دابا شنو المتطلبات ديالكم؟ يعطونا غير ديالنا صافي، حنا طالبين يعطونا ديالنا فقط، نطلبو يرجعوا لنا ديالنا اللي عطيناهم، واخا يعطوني انا الربح ما شدوشي. دابا خصك عيد ديالك. ديالي فقط صافي، واخا يعطوني ذاك الربح والله ما نشدو. دابا سير هذيك الفلوس دابا شنو قلتي غتعمل بهم بعد ما قلتي زعما؟ شوف امني الله اللي عالم، والله لا مش نعاودك الحقيقه، الدروج باقي عندي بلا جور. قلتي تشبر ديك البراك. ايوا معك عند بالي شي مشنا احرام، كنت زعما باش نعدل بهم الدروج، الدروج باقي عندي بلا جور، هذه 16 عام وحنايا يلاه 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 مع راسنا، يلاه مع راسنا، يلاه مع راسنا. اللي قال لي بنتي يا ما شني 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 وحلال وكل، فهمتي نعملان نصلح بها الدروج، ما بقاش عليا كحل. هادي دابا فضينا من كل شيء. نتمنى ان شاء الله ما يكون على الخير. ونطلب الله، نطلب الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.